بسم الله. يعني اخ بيسالنا كنا عاملين فيديو ما بنرجحش الخرطوم السوس السريفه، بيقول لي علشان خاطر كده بص الخرطوم ده بيموت بيموت. يعني بص انا دلوقتي عايز الف كده وارش، بص هيخبط في العربيه ازاي. انما الثاني اللي هو اللي بيترمى على الارض، انما بص عايز اعمل حاجه، بص يخبط في ده، بص مرفوع ازاي، عايز الف العربيه. الثاني بقى بيترمى على الارض وتلف، انما السوسته الملولو ده لا بيطلع معاه دون لايه، ده هوائي. هوائي اللي هو في بيكون في الحيطه فوق وينزل لمؤاخذه مدلدل كده، سوسته يطلع سوسته يطلع وينزل، مش يجي ويروح كده ويطلع معاك فوق، ياما في الارض ويطلع معاك فوق. بس ده انما اللي قدام ورا دي لا اللي قدام ورا ازاي، ما هو بص اهو انا دلوقتي عايز الف اخد حاجه هنا في الظهر، بص هيخبط ازاي. جوه الكابينه ما ينفعش اطلاقا، وبره الكابينه متعب برضه. طبعا واخدين بالكم، لازم يعلى معاه. يعني هو ايه هو هوائي، يعني ينفع هنا ازاي؟ المقصد ان هو بنقول فوق سوسته كده اهو في الميكانيكا والحاجات دي، ينزل كده ويطلع يشدوه يربطه عجل ويطلع يمط نفسه لفوق تاني. انما هنا كده لا، هنا يبوظ الدنيا يخرتقها. اهو بص يعمل كده اهو، اهو ادي الميزه اللي فيه، بس سريع اهو، ادي الميزه اللي فيه سريع للعب. تربو ده الله الله، ابو فاروق اللي وحشني، احمد كمال اللي وحشني يا جماعه، عبد الله عبد السلام ابو جمال. انت تنصح بيها صاحبي؟ لا بس بجد صعيب، بس هو عائلات التوكيلات شغاله بالخرطوم ده على فكره، بس هو طبعا مش ما ينفعش جوه، مش عامل. وبعدين كمان اللاخور بتاعه بيضرب على طول يعني. بص الذهب حتى نعم، عالم الخيال. ماما صباح الفل يا رجاله، صباح الفل يا برهان. وبرده ممكن يناسب حد وممكن لا، احنا تعرف معانا واللي ليه خبره حوالين الخرطوم يسيب لنا في التعليقات طلع عنه. صباح الفل يا رجاله، اللي خبره يوريها لنا.